هل من السنة إذا دخل إنسان إلى الحمام إلى دورات المياه أن يلبس حذاءه وأن يغطي رأسه؟ ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله، ولعلهم يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه، لكنه حديث ضعيف لأنه مرسل. وكذلك الحديث الذي إذا دخل خلا غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه أيضا حديث ضعيف كما عند أبي نعيم. فإذا فيما نعلم أن الدخول بالحذاء إلى الحمام ليس به سنة صريحة، لكن من الآداب الطيبة حتى تسلم قدمه من الأذى، لكن ورود حديث بعينه في هذا فلا نعلم شيئا من ذلك، وإنما ذكر ذلك الفقهاء ربما بناء على هذا الحديث الضعيف. وأما بالنسبة إلى تغطية الرأس فقد قال البيهقي رحمه الله في سننه، قال: وروي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر وهو عنه صحيح. قال: وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرسل. إذن فيه سنة عن بعض الصحابة، وهي سنة تغطية الرأس عند دخول الخلاء، والله أعلم.